التدخل المدرسي المقبل الذي يجب أن يتم في ظروف خاصة مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة لاستقبال التلاميذ المتمدرسين، مما يتطلب تعبئة من الآن وسائل مادية وبشرية هامة، ويتعين من الآن فصاعداً على الجماعات المحلية وضع بروتوكول صحي خاص بالمؤسسات المدرسية بالتنسيق مع وزارة التربية وجمعيات أولياء التلاميذ. هذا فيما يخص السلك التربوي، لكن نفس الشيء بالتعليم العالي ونفس الشيء بالتعليم المهني.